أكيدة، لأن الفقيدة غادرتنا، ولكن غادرنا جسد الفقيدة، روح الفقيدة باقية معنا، روح الفقيدة ستخلد بمشاريعها الفكرية وإبداعاتها الأدبية. لما أقول مشاريعها الفكرية، أنا أقصد هذا الصرح الثقافي الكبير الذي كان حلما ففكرة فمشروعا فواقع، ألا وهو رابطة كاتبات المغرب. المرحومة كنا دائما في نقاشات حول هذا المشروع. طبيعة الحال هي فكرة الرابطة فكرة لا أقول سابقة لأوانها، ولكن ابتكار غير مسبوق لا في الوطن العربي ولا على المستوى الإفريقي، يعني تجربة فريدة من نوعها. الرابطة كاتبات المغرب كمشروع ثقافي وكصرح ثقافي عظيم، أرادت من خلاله الفقيدة أن تنفض الغبار عن مختلف الإبداعات النسائية في المغرب، إبداعات نسائية لدى مغربيات الهامش قبل مغربيات المركز، لدى المبدعات الهاويات قبل المبدعات المحترفات. فكرة الرابطة ليست فقط نقطة ضوء من أجل إبراز هذا الزخم الثقافي لدى المرأة المغربية، ولكن أيضا أرادت من خلالها المرحومة أن تجعل من هذا الصرح الثقافي أن يدفع نحو جعل الإبداع حرفة ومهنة. لما أقول حرفة ومهنة، أقصد أن نجعل من الثقافة والإبداع موردا مدرا للدخل. أنا لا أقول عزيزة غادرتنا نحن فقط كعائلتها، ولكن هي فقيدة هذه المدينة، فقيدة طنطان، فقيدة الصحراء، وفقيدة الوطن، وأؤكد أنها فقيدة الوطن. المرحومة بكل صدق، من كان يبحث عن مدلول الكلمة ومعناها سيجد في شخص المرحومة معنى الكلمات. لما نتحدث عن النقاء فيكفي أن تنظر إلى المرحومة، لما نتحدث عن نكران الذات يكفي أن تنظر إلى المرحومة، لما نتحدث عن معنى الصدق يكفي أن تنظر إلى المرحومة، معنى الوطنية يكفي أن تنظر إلى المرحومة، وهي التي قالت للراحل حسن الثاني: لو لم أكن مغربية لسعيت لها. أنا الحقيقة شهادتي دائما كنقولها حتى في حياتها، دائما لما نبغي نتحدث عنها كشخص لا أجد الكلمات التي توفيها قدرها حقيقة. امرأة تورية بمعنى الكلمة، مبدعة ومبتكرة، وأقل ما يمكن أن يقال عنها أنها سابقة لأوانها. فنسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ونسأل الله أن يخلد ذكرها لدى جميع مثقفات هذا الوطن وجميع مثقفي هذا الوطن، ونسأل الله كذلك أن هذا المشروع وهذا الحلم وهذه الفكرة وهذا الصرح الثقافي الذي أسسته رابطة كاتبات المغرب أن يخلد روح المرحومة.